كبرت يعني تولدت وكبرت في إيموزر. غرينسايد عندها واحد الدور أساسي هنا في منطقة ديال إيموزر-كندر. يعني من بعد ما تلاقيت مع صديق ديالي بو غيريدالي كيف ما كيتسمى عليه باللقب، يعني تزامنت هذه الفترة هذه مع الربيع العربي. عندنا شباب هنايا عندهم إمكانيات عندهم طاقات، ولكن مع الأسف ما عندهمش تقطير، ما عندهمش، ما عارفينش كيفاش أنهم يبدأوا هاد المشاريع هادو. فكرنا قلنا نديروا مؤسسة اللي كتكون كتهتم بالشباب واللي كتلعب واحد الدور أساسي هنا في المدينة ديال إيموزر-كندر والنواحي ديالها، في تقطير ديال الشباب، في تكوينهم، وفي البحث على الإمكانيات باش أنهم يخلقوا دوك المشاريع ديالهم. وكنا كنقلبوا، يعني كان عندنا هدف في اطار ديال الجمعيه، باش اننا نحاولوا ما امكن نقدموا شي حاجه للشباب. بفضل السفاره الامريكيه بالمغرب، كنت على اتصال دائم مع الزملاء ديالنا والرفاق ديالنا في السفاره. التجربه ديالي مع الاي بي ال بي كان عندها واحد الواقع كبير، يعني على المسار الشخصي ديالي وحتى على المسار المهني ديالي، يعني اللي ما عندهمش فرص. نحاولوا ما امكن ان نتعاونوا مع بعضياتنا مجموعين، ونحاول ما امكن نحط داك الشيء يعني كامل اللي تعلمته باش اننا نتقاسموها كمجموعين. بالنسبه لايف المنحه، يعني هي واحد المنحه اللي جات من طرف يعني وزاره الخارجيه الامريكيه، اللي كتدعم برنامج خريجي التعاون الدولي باش انهم يعني دوك الافكار اللي كتكون عندهم باش انهم يحاولوا ما امكن يطبقوها في ارضيه الواقع، وفي نفس الوقت يربطوا يعني علاقات مع نفس الخريجين على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي. زعما هما اللي عطاوني كاع الفكره، وكيفاش ندير، كيفاش نتحاسب، كيفاش نتعامل، كيفاش ندير الاشهار، داكشي يعني بزاف د الحاجات عاونوني بزاف. انا ما كنتش كنعرف، زعما براو ليا الله يكثر خيرهم، كنشكرهم. بحال اي تعاونيه يعني في المغرب، حنا راه باغيين تحنا المساعده اول حاجه. حنا باغيين باش من غرينسايد لانا بيك بفضلها، راه حنا ما كاينينش. ودابا حنا كنشكروها اولا جزيل الشكر، وحنا راه كنطلبوا منهم باش ان المساعده تبقى على الدوام، ماشي تبقى في وقت الحدود. خلقوا فينا روح ديال باش اننا نديروا مشاريع راسنا، نديروا واخا دي ميكرو بروجي اننا نديروهم، ويكون عندنا استقلاليه حتى في الداخل ديالنا. يعني مثلا فاش نبغي نشري شي حاجه ما نمشيش عند الوالد ديالي نقول له شري ليا، بالعكس كنشريه من فلوسي انا ديال المشروع ديالي.